رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية. اللواء الركن البحسني يشرف على عدد من التدريبات لفرضيات نفذتها قوات النخبة الحضرمية والأمن العام. رئيس الوزراء يناقش أوجه الدعم الفرنسي للحكومة والتحديات التي تواجهها. الوكيل الأول لحضرموت يتفقد أضرار السيول في مناطق حجر. طابت أوقاتكم مشاهدينا، هذه النشرة العاشرة نقدمها لكم من مبنى تلفزيون حضرموت بمدينة الموكل. أهلا بكم، والبداية مع خبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي استقبل اليوم الشيخ علي بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة العربية السعودية الذي سلم فخامته دعوة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين لحضور القمة العربية المقرر عقدها في المنامة منتصف الشهر المقبل. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا من أجل إنجاح أعمال القمة العربية 33 لما فيه مصلحة الأمن وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة التحديات كافة، مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات. أشرف عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسن اليوم على عدد من التدريبات لفرضيات نفذتها قوات النخبة الحضرمية والأمن ضمن برنامج الاحتفالات بالذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة. اللواء البحسن اطلع على تدريب عسكري لفرضية من عناصر إرهابية هاجمت البوابة الرئيسة للواء حرس رئاسي حضرموت، وتمكن أفراد اللواء من التعامل مع الموقف بحزم، كما تمكن لواء حرسا رئاسيا من التعامل مع عناصر إرهابية تحصنت في أحد الجبال المطلة على القصر الجمهوري، ونجح أفراد اللواء من محاصرة العناصر في كهف وإلقاء القبض عليهم. كما نفذت الشرطة العسكرية بساحل حضرموت فرضية للتعامل مع عناصر إرهابية وخلايا نائمة استولت على منصة العروض بالستين واقتحام الموقع من قبل الفريق المكلف والقضاء على العناصر الإرهابية. إلى ذلك أشرف عضو مجلس القيادة الرئاسي على التمرين العسكري لقوات خفر السواحل بحضرموت للتعامل مع هدف متجه إلى المنطقة المحظورة، حيث تحركت الزوارق البحرية فورا لاعتراض الهدف، عثر على لغم في المحرك الأيمن للهدف، وتم تفكيكه والتأكد من عدم وجود ألغام أخرى. كما شهد اللواء الركن البحسني المحاكاة التي نفذتها إدارة الأمن والشرطة بمدينة الموكلا لعناصر إرهابية قامت بقطع جولة الشهيدة منار في الجسر الصيني، حيث تعاملت قيادة أمن الموكلا والطاقم المكلف بالقيام بالمهمة، وكذا التدريب الذي نفذته إدارة الدفاع المدني لإطفاء حريق شب في المسجد التابع لفندق مكة وبالقرب من المدرسة الوسطى بمديرية غيلبة وزير، السيطرة على مواقع الحريق وإتمام المهمة بالشكل المطلوب. وأشاد لواء الركن البحسني بالجاهزية العالية لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام ومستوى تنفيذهم للتوجيهات بالشكل المطلوب، وأثنى على الجاهزية العالية لقوات الجيش والأمن للتصدي لأي ظرف طارئ قد ينشأ يهدد أمن حضرموت واستقرارها، مجددا حرص مجلس القيادة الرئاسي واهتمامه بالقوات المسلحة والأمن والعمل على تطوير قدراتها ومهاراتها بما يمكنها من التعامل مع مختلف الأحداث. وصل عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي بسلامة الله وحفظه اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأفاد مصدر في مكتب عضو مجلس القيادة بأن المحرمي سيواصل لقاءاته الموسعة برئاسة الحكومة والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة الوطنية، وذلك دعما لبرنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يطلع المحرمي على الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز جهود الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة،
كما سيتناول الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية والسفن التجارية في المياه الإقليمية والدولية. ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن اليوم سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين كامبون أوجه الدعم الفرنسي للحكومة اليمنية التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الحكومة. اللقاء تطرق إلى برنامج الإصلاحات المالية والإدارية وتوجيهات الحكومة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتعزيز المساءلة والشفافية. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تطلعه لإقامة شراكات تنموية مع الأصدقاء الفرنسيين في القطاعات الاستثمارية الواعدة ما يخدم المصالح المتبادلة وتوسيع التعاون في القطاع السمكي منوها بالموقف الفرنسي المتقدم إزاء القضية اليمنية. كما بحث الدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في التعامل مع الأزمة اليمنية من جوانبها كافة بما ينعكس إيجابا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية إضافة إلى المستجدات على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والأممية والدولية المستمرة لإحلال السلام في اليمن. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سبيسمين حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائية وآليات تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. اللقاء تطرق إلى الدعم الهولندي المقدم لبلادنا في الجوانب التنموية والإغاثية والأفاق المتاحة لدعم الحكومة في القطاعات الحيوية وفق الأولويات إضافة إلى الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي. وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين والمبنية على التعاون المشترك لافتا إلى التطورات الراهنة في اليمن بمختلف الأصعدة والأولويات العاجلة الماثلة أمام الحكومة بداية بمعالجة احتياجات المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والمضيف برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفائية والمساءلة ومكافحة الفساد. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني اليوم مع السفير الكوبي لدى اليمن فلاديمير أندريس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وزير الخارجية أشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين مثمنا مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للحكومة والشعب اليمني. من جانبه عبر السفير الكوبي عن تهنئته للوزير الزنداني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين وتمنياته له النجاح في مهامه الجديدة مؤكدا دعم بلاده للحكومة وجهود إحلال السلام في اليمن. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني اليوم نظيره القبرصي السيد كومبوس جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. واستعرض الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية وتحديات الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم برئاسة وزيري المالية سالم بن بريك والداخلية لواء ركن إبراهيم حيدان الجهود المشتركة لتنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية بالقطاع الأمني. الاجتماع تطرق إلى أوضاع مختلف القطاعات وزارة الداخلية وأبرز الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها الإسهام في تحسين أوضاعها ومستوى أدائها وتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد الاجتماع أهمية إنجاز مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية الحديثة بالشريحة الذكية وتوسيع عملية صرفها لموظفي الدولة كافة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية كونها ستسهم في الحد من الازدواج الوظيفي وتكرار الأسماء ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة
وكذا توفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة بموجب الإصلاحات الحكومية. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة الجمهورية الفرنسية كاثرين كامون أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني بين البلدين الصديقين. وزير الداخلية ثمن خلال اللقاء دعم فرنسا للحكومة وجهودها لإحلال السلام في اليمن وتطلعه إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية في ظل التحديات الراهنة. واستعرض وزير الداخلية الانتهاكات والجرائم الإنسانية للميليشيات الحوثية وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطوير العمل في مصلحتي الأحوال المدنية والسجل وإصدارها البطاقة الذكية وسعيها لإصدار التأشيرة الإلكترونية والجواز الإلكتروني لمواكبة التطورات والتقنيات الأمنية وتسهيل معاملات المواطنين وسرعة الوصول للخارجين عن القانون. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاثرين قرم كمون تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم العالي والتدريب المهني. واستعرض الوصابي خلال اللقاء جهود الوزارة وما حققته من إنجازات منذ إعادة تفعيلها في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا ضرورة عمل برنامج مشترك بين الوزارة والسفارة لتنظيم الأنشطة الثقافية المشتركة في المستقبل. من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية حرصها الشديد على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني وإعادة التواصل الحضاري بين البلدين. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن انشراح أحمد أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق وتدخلاته في القطاع الصحي والصحة الإنجابية. وزير الصحة استعرض رؤية الوزارة في تطوير قطاعاتها المختلفة وتنمية قدراتها بالتعاون مع شركائها، مشيرا إلى الترتيبات الجارية لتنفيذ حملة الصحة الإنجابية وتحديد الرسائل التوعوية الموجهة لها وتفعيل عمل استراتيجيات الصحة الإنجابية والقابلات. من جانبها أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية العمل القطاعي الموحد للجهات ذات العلاقة، مستعرضة الإجراءات الفنية لتدخلات الصندوق والإمكانات المتاحة للعمل مع وزارة الصحة. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم الحفل التكريمي لأوائل الطلاب والطالبات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى الجمهورية والمحافظة للعام الدراسي 2022-2023 للميلاد. محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي هنأ الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية برعاية الطلاب المتفوقين وتقديم لهم ما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية لخدمة المحافظة وأبنائها في القطاعات كافة. تفقد الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم الأضرار التي تعرضت لها عدد من مناطق مديرية حجر جراء المنخفض الجوي وتدفق السيول والأعمال الطارئة المنفذة ومتطلبات إعادة تأهيل قنوات الري التي غمرتها السيول. الوكيل الأول لحضرموت زار قنوات الري المتضررة في الحمارية بمنطقة جزول والمصنعة وكنينة بالجول، مطلعا من المزارعين على حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول، بالإضافة إلى الأعمال والتدخلات الجارية في تصفية قنوات الري من مخلفات السيول وحماية الأراضي الزراعية. ونقل الشيخ بن حبريش تحيات محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي اهتمامه بالزراعة بالمنطقة وتوجيهاته بسرعة حصر الأضرار وتقييم الاحتياجات ومباشرة العمل في إصلاحها، مطلعا على حجم أضرار السيول الذي تعرضت له منطقة ربث من جرف للأراضي الزراعية والأشجار المحاصيل وموجها بسرعة حصر الأضرار التي خلفتها السيول.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في منطقة الرياض بمديرية حجر مساعدات غذائية وحقائب إيوائية طارئة للمتضررين من أمطار المنخفض الجوي وسيوله التي تأثرت به محافظة حضرموت وعدد من المحافظات. الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي أشاد بتدخلات مركز الملك سلمان وتقديمه المساعدات الطارئة لمتضرري السيول عبر الشريك المحلي إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وإيصالها لمستحقيها، ومشيرا إلى أن هذه المساعدات ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة. تتجه غدا الجمعة أنظار عشاق كرة القدم في حضرموت لانطلاقة منافسات بطولة كأس حضرموت بنسختها الثامنة برعاية السلطة المحلية بالمحافظة، حيث حققت البطولة نجاحا كبيرا في السنوات الماضية على الصعيد المحلي. توج بنسختها الأخيرة اتفاق الحوطة على نادي الشعب في الملعب الأولمبي. نهائيات البطولة يشارك فيها 32 ناديا، 16 ناديا تأهلوا من النسخة الماضية و16 تأهلوا عبر الدور التمهيدي الذي نظم لأول مرة منذ انطلاقة البطولة في عام 2009. أوزعت الأندية على 8 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار الإقصائية. وتلعب غدا في افتتاح البطولة 3 مباريات، حيث يلتقي نادي شبيبة الديس الشرقية أمام نادي الريدة على ملعب الشاحت بالشحر، فيما يلعب على الملعب الأولمبي بسيئون لقاء نادي سلام الغرفة أمام تعاون العقاد، ويتواجه البرق ضد شباب اللسك على ملعب نادي البرق بتريم. كما أعلن في وقت سابق عن تأجيل المباريات التي ستقام على ملعب الفقيد برادم بالمكلا ضمن الجولة الافتتاحية نظرا لخروج الملعب عن الجاهزية بسبب ما تعرض له جراء المنخفض الجوي الأسبوع الماضي. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة ليلا. وفي رياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا المساء، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية. اللواء ركن البحصني يشرف على عدد من التدريبات لفرضيات نفذتها قوات النخبة الحضرمية والأمن العام.
رئيس الوزراء يناقش أوجه الدعم الفرنسي للحكومة والتحديات التي تواجهها. الوكيل الأول لحضرموت يتفقد أضرار السيول في مناطق حجرة. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا خالص التحايا من طاقم العمل، وهي أيضا موصولة من مترجم لغة الإشارة الزميل رائد جروان. في أمان الله، إلى اللقاء.